الدكتور احمد علام المنسق والاستاذ الدكتور احمد الشيخ صديقي العزيز، ويعني بنسعد دايما بوجودنا مع حضراتكم. اكتشفت ان النهارده في الشهر ده ان انا كملت تقريبا 18 سنه في المعهد القومي للجهاز الحركي العصبي، ما بين دكتور صغير وبعدين استشاري وبعدين عميد المعهد، ودلوقتي بقود فريق من الفرق في قسم جراحه العظام في المعهد. وكانت خلفيتي كلها الأصلية كانت في القصر العيني، وقبلها في مستشفى أحمد ماهر، وبعدين اتجهت للمعهد وتعينت فيه. فابتدينا نلابوريك القصة في الكام سنة اللي فاتوا، بنتكلم على التروما في السي تي، وابتدت من هنا الكلام عن الكونسبت بتاع المانجمنت بتاع العيانين دول. هي لأن في كونتروفيرسز كتيرة قوي موجودة في المانجمنت، وكل واحد بيحاول يجتهد. حاولنا نجمع الساينتفك داتا على مدار الفترة اللي فاتت، والحقيقة بوجه الشكر الجزيل لأستاذي الأستاذ دكتور مصطفى الشربيني، واحد من البايونيرز بتوعنا في السي تي الحقيقة، والدكتور أحمد عمران، لأن مدوني بكمية كبيرة من البيبرز والارتكلز اللي نفعتني جدا في ان انا احضر ايتم زي ده فيري سبيشالايزد، هيهم الناس اللي بتشتغل في السي تي شويه، ويالابوريت القصه احسن شويه عن السي تي تروما كيسز، هاو تو ديكريز ذا موربيديتي. خلينا نبدا الاول بنتكلم على الاوبجيكتيفز زي ما اتعلمنا دايما من اساتذتنا. ايه هي الموربيديتي؟ ما هو التعريف بتاع الموربيديتي؟ هنتكلم عنه. وين دو ذا فراكشر اوكير؟ لانه الحقيقه ليه predisposing factor. الكونسبت فور تريتمنت، وده بيعتمد على الكلاسيفيكيشن بتاعت الحالات السي تي. يمكن الكونسبت اوف ستاندنج اوف فريمز ما بين الاورثوتكس والسبورت والووكر، ودي ديليما كبيره قوي هنلخصها شويه. والاذر موداليتيز تو ديكريس ذا انسنس اوف تروما ان ذا سي تي. والحقيقه ان احنا زي ما نبقى المفروض شاطرين في التريتمنت، لازم نكون اشطر شويه في موضوع البريفنشن، من الابوريت القصه على مدار التوك كلها. نروح للموربيديتي، والموربيديتي لما جينا نجمعها في الحالات السي تي لقينا ان هم ثلاث حاجات. ايه هي الموربيديتي المتعلقه بالانجرز؟ اللي هي الان انتندد انجرز، اللي هي ما حدش يقصد ان العيان يقع او يتخبط. الابيوز اللي هو انتندد او انتشنالي ابيوزنج، اب تو ان الناس المحيطه بالعيان السي تي بيبقى abusing him نتيجة إن هم مش فاهمينه، مش فاهمين حركاته، أو العيان أفازك أو mentally retarded شوية. والجزء الأخير في النجلكشن. النجلكشن الحقيقة إن العيان يفقد الاهتمام من اللي حواليه، وده بداية المشاكل. زي ما كلمنا الأستاذ الدكتور حسن البربري في المحاضرة الجميلة الأسبوع اللي فات عن الديفينيشن بتاع السي بي، إنه الحاجة دي تبقى non progressive problem بتحصل على مستوى الموتور يونتس اللي في البرين، وبتبقى ليها كوزز كتيره قوي. لكن مهم قوي ان احنا نبقى عارفين ان يبقى معاه ساعات mental affection, cranial nerve affection with or without. يعني لازم نبقى فاكرين ان السي بي ده حاجه مهمه قوي ان احنا ندور ورا الكوز. لما جينا نشوف الكوزز وهنستعرضها سريعا، لقينا انه زي ما نستعرض حاجه زي دي، الباي دي جميله شويه في العرض، ان احنا اهم حاجه في كوزز البري ناتال ثيري، اللي هي بري ناتال، ناتال وبوست ناتال. نروح للبري ناتال، والبري ناتال زي ما احنا عارفين اهمهم، من 35 ل 40% من الحالات بيبقى اللو بيرث ويت. والحقيقه ده نسبه كبيره قوي نقدر نقابل فيها السي بي سواء جوه مصر او بره مصر. لما نروح في الحالات اللي زي كده، اكثرهم لما يتولد العيان في السابع او في نص السادس، وده بيبقى مشكله كبيره قوي، بيبقى انكوبيتد فتره طويله، وما نقدرش نعرف اذا كان حصل له سيريبرال بولسي او سيريبرال انسلت ولا لا، لانه بيبان في المايلستونز معاه الجراث، ويبقى يبدا يظهر في ديلايد مايلستونز على الشهر الرابع او الخامس او السادس من عمر الطفل، فيبقى ساعتها ما نبقاش شايفين، وبعد كده يبدا يبان عندنا المشاكل. نروح للماتيرنال، والماترنال الحقيقه مش هنتكلم عليها. الماترنال كوزز تمثل 22.5% من الكوزز،
لكن البيري نيتال مهمه قوي، اللي هي ممكن تبقى كونجنتال برين بروبلم، ودي ما نقدرش ننساها. يعني البروبلم تبقى عند العيان هي اللي سببت المشكله اللي عملت له السي بي. الانترايوتراين اسفيكسيا وال 9% بتاعتها، او الانترايوتراين اسكيميك ايفنتس اللي ممكن تحصل نتيجه النجلكشن او البرلونجد ليبر في العيانين، وخصوصا لو العيانه برايمي، في الحالات اللي زي كده ينزل العيل وبعد كده نلاقي مع الميد وايف او مع الناس اللي هم بيولدوا مع الميد وايف بروبلمز كتيره قوي ما زالت بتقابلنا. لما نيجي نستعرض، ويمكن اهم كلاسيفيكيشن كلمنا عنه الاستاذ دكتور حسن البربري، ويمكن انا الابوريتنج نفس الكلاسيفيكيشن اللي هو اللي معتمد عليه كله المانجمنت النهارده، اللي هو جروس موتور اند فانكشنال كلاسيفيكيشن سيستم. وده الحقيقه ابتدى يظهر 2002 2003 في الليترتشر. يمكن لما جينا نصنف وحاولت اجيب الصور من المنبع بتاعها، لقينا انه في ليفل 1 سي بي اللي هو بيبقى كوميونتي امبيلاتري او كوميونتي امبيليشن، يقدر يتحرك جوه البيت وبره البيت كويس، ولكن مع شويه سبيسيفيستي حوالين الجوينت. الليفل 2 اللي هو يبقى ديفكتيف كوميونتي امبيلاتري لكن هاوس هولد امبيلاتري، اللي هو عنده شويه كونتراكشرز اراوند ذا ني او ذا انكل اور بوث، ويبقى بيمشي بصعوبه لكن يقدر يتحرك البيت اكثر من بره. ليفل 3 اللي هو كونفايند تو ا ووكينج ايد، لازم سواء بيعتمد على كراتشز او ووكرز جوه وبره البيت، دي اتصنفت على انها هي بتاعت 3. نروح ل 4 و5 ودول اجمالا اللي هم نان ووكرز كونفايند تو ويل تشير، دول سيفير سي سي نان امبيلاتري، ودول بيبقوا واحد منهم ما بيحتاجش لا ترانك سبورت ولا نيك سبورت او هيد سبورت، وهنا في ليفل 5 بيحتاج الاثنين، ساعات يحتاج هيد سبورت ومعاه ترانك سبورت زي ما احنا شايفين. فده الكلاسيفيكيشن اللي تهمنا قوي. لما نيجي نروح ل 2007 بريسيدو ايتال اتكلم على الانسنس بتاعت التروما في السي بي، وكانت الحقيقه ارتكل جميل. اتكلمنا على انه الاكسيال سكيلتون كله 4% including the skull والفيرتبرا والقلب، دول اقلهم تعرضا للتروما. الابر لم بيبقى حوالي 14% انسنس اوف تروما بتحصل فيه، سواء كلافيكال هيومرس او فور ار. اللور ليمب وهو ده الهايلايت النهارده بتاعنا، اللي هو the majority of instances of trauma بتحصل فيه 82% في اللور ليمب، منهم 48% بس femoral. وعشان كده الكلاسيفيكيشن اللي هيجي دلوقتي على مانجمنت هيتكلم على proximal femoral problem او shaft problem او distal femoral. 27% من ال 82% دول tibial، والفوت بيبقى اقلهم اللي هو 7%. لكن نقدر نجمل انه اراوند ني بيحصل 36% انسنس اوف تروما في السي بي بوبيوليشن. لما نيجي نشوف ان الفراكشر كونستيتيوت ا كومن كلينيكال بروبلم فور ذا بيشنت with a moderate or to severe CP. الحقيقه الامبيلاتري كيسز لقينا ان هم المانجمنت بتاعهم لما يبقى ايرلي مانجمنت والعيان يبقى امبيليتد ايرلي with rehabilitation properly، بيبقى بيرجع as a community وكمان confined to جوه وبره البيت يقدر يتحرك. لكن المودريت تو سيفير بيزود البروبلم عندهم، بيخلي البروبلم تزيد. لو احنا كلاسيفاينج هم مثلا as a level 3 ممكن تروما في اللور limb نتيجة النيجليجنس أو الديلايد مانجمنت تسبب إنه يبقى من جريد بيتحرك جريد 3 يبقى جريد 4، ودي أوحش حاجة له ولأهله، لأنه السيركل اللي حواليه عشان تخدمه هتبذل مجهود أكبر بكتير، وهو ده مش النجاح، ده عكس النجاح. لازم ننجح في إن العيان يفضل في نفس الليفل أو يتحسن شوية وإن كان ده صعب، لكن مهم إن بعد التروما يرجع لنفس الليفل بتاع او نفس الاكتيفيتي اللي كان عليه. توقع او الانتيسيدنس اوف هافينج ا فراكشر هاز بين بروف تو انكريز ذا ريسك اوف سستيند مالتيبل فراكشر. والحقيقه دي كانت موجوده واحده من البيبرز 98 اتكلم على انه وانس ان العيان حصل له في بعض السي بي كيسز تروما، انه ريبيتد تروما ممكن تحصل له.
لانه البريديسبوزينج فاكتورز واحده unless اني اقطع السيركل دي. روح للجزء المهم قوي، الانسيدنس اوف تروما في الكيسز بتاع السي بي among the CP population من 7 to 12%. لكم حضراتكم ان تتخيلوا قد ايه الانسنس عاليه، بالنسبه لكل 100 عيان سي بي 7 ل 12 واحد منهم هيحصل له تروما او حصل له تروما. طبعا ما ننساش ان العيان السي بي دون ممكن يكون نتيجه الكرينيال افكشن والكرينيال نيرف افكتد، ممكن يبقى عنده جيت ديستربنس وده بيزود الانسنس اوف تروما لما ما بيمسكش الووكينج ايد بتاعته او يبقى متظبط شويه. The presence of contractions in the proximity of the joints. يعني لو عندي مثلا fracture tibia وعنده contracture knee دي اوحش حاجه ما بنعرفش نعالجه كويس، او عنده femoral fracture وعنده contracture او flexion hip دي مشكله كبيره جدا، سواء في سواء هنعالجه conservative او حتى هنعالجه surgical، لان ازاي هثبت العيان همانج العيان بعد العمليه ازاي وهحطه في اي وضع في البوزيشن سواء في فاست او في سبورت. فدي لازم نلابوريت ان دي قصه كبيره قوي. يمكن دي اهم سلايد، ايه هي الفاكتورز كونتريبيوتنج تو ذا لو بون دنسيتي ان ذيس بوبيليشن، ودي عباره عن تجميع من كذا ارتكل. اهمهم اهم حاجه هنا في الليمتد امبيليشن اند ويت بيرنج ديورنج سكيليتال جروث، زي ما شفنا انه عيانين ممكن يبقوا ليفل 2 او 3 ويبقى ما بيتحركش كتير، ده بيزود الانسنس اوف لو بون دانس. او لو العيان الفيرز اوف ايموبلايزيشن افتر سيرجري، وحضراتكم عارفين كتير قوي عن العيانين بتوعنا انه في مراحل حياته المختلفه بيتعرض لسيرز من العمليات، فيبدا عنده مشكله انه بيتحط في فاست او ايموبلايزيشن او ايموبلايزرز لونجر بيريد، يسبب برضه لو بون دانس. البور نيوتريشن واللو كالسيوم انتيك، وما عندناش ليها تفسير حقيقه غير يا اما حاجتين، يا اما نيجليجنس يا اما العيان الاي كيو بتاعته قليله وما بيعرفش يعبر، سواء افازيك او بلايند او الاثنين، وما بيعرفش يعبر عن حاجته لان هو محتاج ياكل، ودي محتاجه تنظيم شويه مع بتوع النيوتريشن، ولازم نلابوريت المشكله دي ونحاول نلاقي لها حلول معاهم عشان العيانين واهالي العيانين بتوع السي بي يقدروا ياخدوا the proper nutrition في أوقات. لكن ساعات الأسباب بتبقى من العيانين نفسهم، إن الـ swallowing بتاعهم بيبقى defective نتيجة الـ cranial nerve effect، فلازم يتركب لهم special tubes و special feeding tubes بطرق معينة معقدة شوية. نروح للسبب الأخير، the use of multiple anticonvulsant medications، وإحنا عارفين إن كتير منهم ممكن يسبب as a side effect low bone mineral density او low bone density، ويأكد لنا على المشكله بتاعتنا ان احنا ما نقدرش نستغنى عن الانتي كونفلسنس في حالات كثيره من السي بي اللي عندهم كونفلسنس، وفي نفس الوقت بنرضى بان يكون عندهم low bone density على حساب ان لازم يستمر على انتي كونفلسنس ميديكيشن خوفا عليه من مشاكل الكونفلسنس اللي up to ان يحصل له spontaneous fracture ودستروكيشن. يمكن هنا هنجمل شويه ان نقول ان there is a general agreement that the quadriplegic non-ambulatory patients have a very high prevalence. من الاربع اسباب اللي فاتوا نقدر نقول ان اوحشهم في مشاكل البون كواليتي هم الناس الكوادريبليجيك non-ambulatory. quadriplegic بمعنى زي ما شرح لنا الدكتور حسن بيه ان الاربع اطراف فيهم problem، و نون امبيلاتري اللي هو confined to a wheelchair سواء ليفل 4 او ليفل 5. يبقى في الحالات دي يبقى هو very high suspicious to the sustaining fracture، يبقى عندي ممكن يحصل له fracture وفي نفس الوقت عنده low bone quality. This is the two major entities اللي بيبقى عباره عن تحدي لدكاتره العظم ازاي يتعاملوا مع العيان. زي ما قلنا احنا لازم نبقى شاطرين في ان احنا نشخص العيانين، لكن لازم نبقى شاطرين في ان احنا نحاول نبريفنت البروبلم، فيبقى العيانين السي بي لازم نتحط لهم، وده يمكن المحاضره دي النهارده تلابوريت ان نتحط لهم سيستماتايز الجوريزم بحيث ان احنا نقدر نمنع عنهم المشاكل
في السنتر، سواء السنتر بتاعت الريهاب او السنتر بتاعت السي في عموما جوه وبره مصر. ولقيت الحقيقه في الفتره اللي فاتت مع القرايات انه في اكتر من سنتر في يوروب الحقيقه شاطرين قوي في الجزء ده، والعيانين بتوعهم بيدخلوا السنترز دي على مدار شهور معينه ويبقوا مثلا بيتابعوا دراستهم، وفي الاجازات بيبقى موجود في السنتر شويه بيتعامل معاه سواء نيوتريشنست او ريهاب او المجموعه دي كلها. يبقى مهم قوي في الفترات بتاعت العيانين دول ما بين الاجازات او بعد العمليات لازم يبقى في انتنسيف ريهابيليتيشن. انتنسيف بمعنى انه في اهتمام بعمل الريهاب، مش انتنسيف بمعنى انه يبقى اجريسيف. انتنسيف ريهابيليتيشن تو بي بروموتد افتر سيرجري، وده بيبقى محتاج فيري سبيشاليزد ترين ريهاب سبيشالست الحقيقه. ولازم نقلل شويه ونبعد عن موضوع السبايكال كاست ايموبيلايزيشن على قد ما نقدر بعد العمليات بتاعتنا. Contractions are less aggressively treated by physical and surgical methods. والحقيقه انا حطيت النقطه دي لانه لازم نفتكر انه في بعض الحالات الكونتراكشنز بتاعتنا بتبقى ريبيتد، يعني هصلح الكونتراكشن وهطول العضله وبعد شويه هلاقي تاني انه العيان طول وابتدت يحصل كونتراكشنز نتيجه انه طول عضلاته بيبقى في نموها ابطا شويه من نمو عظمه، زي ما شرح لنا الدكتور حسن بيه واحده من السيريز بتاعه الكونتراكشن. لكن يهمنا قوي ان احنا لازم ناخد بالنا من الفيزيكال والسيرجيكال ميثود عشان ما تاثرش على الكونتراكشن، لان الكونتراكشن هتزود الانسنس بتاع التروما سواء مع جزء الفيزيوثيرابي لو كان اجريسيف، او سواء لو حصل له كونتراكشن مثلا في اللور لم هيزود اللامبنج بتاعه هيدي فرصه انه يحصل له تروما سواء يقع او يتكسر. نروح للكور بقى، هنقسم العيانين بتوعنا في المانجمنت في السي بي في التروما سي بي كيسز انتو تو انتيتيز، نون امبيلاتوري سي بي زي ما شرحنا من شويه اللي هم ليفل 4 اللي هو كونفايند تو ذا تشير ولكن ما بيحتاجش لا ترانك سبورت ولا هيد سبورت، وليفل 5 اللي هو بيحتاج ان كونفايند تو ويل تشير وما بيقدرش يتحرك لانه فاقد الكنترول على الحركه، وفي نفس الوقت عنده محتاج لسبورت سواء للترانك او الترانك والهيد كمان. ايه اللي هنعالجه ازاي العيان دوت؟ نون امبيلاتوري سي بي لما نيجي نشوف الجايد لاينز اللي حطها ريمان ميلر يمكن كان في كتابه في 2005 ونزل بعديها ارتكل كثيره تاكد المعلومات، انه لما ابتدى يقسم الدكتور ريمان ميلر واحد من الناس او من البايونيرز eminent doctors في مجال السي تي، قسم لنا الجزء اللي ليه علاقه بالكلاسيفيكيشن تو جايد تريتمنت انتو 5 تايب. عشان نتكلم على التايب الاولاني يبقى نروح نقول ان fracture including the low impact type metaphyseal fracture of the lower extremity non ambulatory type. العيانين دول لو سمحتوا لو low impact fracture عارفين ان هو ما بيبقاش displaced وساعات يبقى in place، ولازم احاول احط له فيري لايت سلنت او لايت سلاب لغايه ما يلحم، وفي نفس الوقت لان هو ما بيتحركش ما هزودش المشاكل عليه على قد ما. التايب 2 ذا فراكشر ذا فيمورال شافت فراكشر، وخصوصا لو عندنا فلكشن اند نير باي جوينت زي الحالات دي. والحقيقه انه في العيانين دول ممكن نكستند سبايكا ليتل بيت اور بلفيك سبورت سبايكا وذا بلفيك سبورت عشان اقلل كميه السيرجريز في الحالات دي. الحقيقه ما لقيتش اي بيبر بتاكد او بتشجع على انه الانترنال فيكسيشن في العيانين اللي هم النون امبيلاتري سي بي في الفيمورال شافت فراكشر تو مانج ذم از سيرجيكال تريتمنت خالص الا في حالات قليله جدا جدا. لو رحنا للكلاسيفيكيشن بتاعنا ذا تايب 3 يبقى بنتكلم على most important item اللي هو the highest incidence of trauma اللي هي proximal femoral fracture في حالات الـ CT non-ambulatory، وهي دي الحتة الجزء الوحيد اللي يهمنا جدا التعامل معاه بشكل surgical واضح وباهتمام شديد. تجمع عليه papers أكتر من paper، والحقيقة الـ internal fixation
بالنسبة لنا زي ما أنا شايف أو جايب المثل القديم اللي هو بتاع السكروز والناتس، وحتى لو العام low bone quality هو he deserve internal fixation. لو جينا سألنا نفسنا ليه الـ internal fixation في proximal femoral fracture، هنلاقي the highest incidence of displacement, rotational problems and shortening with a varus deformity. وكلنا عارفين اورفالجس، ولو لقينا ان الكلام ده واضح ده لو ما بيتعالجش كويس ممكن يزود المشاكل على العيان دون في الكونتراكشرز اور كونتراكشرز اراوند ذا هيب، ويسبب مشاكل بعد كده لان الهيد دي تسيب الاستابلم فيما يعرف بالهيب ديسلوكيشن ان سي تي وان اوف اور نايت مير. فعشان كده لازم نثبت العيان دون ونكنترول الفراكشر as soon as possible ونشيل الميتال as soon as possible after healing. كلنا عارفين ان احنا لو سيبنا الميتال ممكن يحصل مشاكل حوالين الادجس اوف ذا ميتال او ستريس رايزر بعد كده، وهو اللو بون كواليتي فيهمنا قوي ان احنا نفكس الفراكشر وريهاب العيان بسرعه، وفي نفس الوقت بعد ما يلحم نبدا نشيل نفكر نشيل الزيت بالشروط المعينه اللي كلنا عارفينها في العيان النورمال United Press. لو رحنا لتايب 4، تايب 4 هو عبارة عن vertebral insults في حالات الـ CP، منها الـ vertebral compression أو spondylolisthesis، ودي الحقيقة ما بتحتاجش مننا غير إن إحنا نمنع المشاكل في الجزء ده ونلبسه thoracolumbar orthotics أو jackets بطرق معينة على أساس إن إحنا بتبقى custom made في نفس الوقت سبورت السباين وسراكو لامبر، وفي نفس الوقت لو ما تزودش الديفورمتي بتاعته او لو كان عنده ديفورمتي في السباين ما تزيدش في حدود المعقول بحيث ان احنا نبقى ستيبل سباين. اخر واحده اللي هو تايب 5 اللي هو فيرز الابر ليم، وده اسهل نان امبيلاتري سي بي اللي هما ليفل 4 اند 5. تايب 5 فراكشر بتاعت الابر ليم بتوعهم مهم قوي ان احنا البرنسبل اوف فيكسيشن في الفراكشر في الابر ليم كله هو نفس البرنسبل بتاع الفيكسيشن في الهيلثي بيدياتريك بوبيليشن، ما فيش اي احتياجات لشروط معينه سواء في السيرجيكال او نون سيرجيكال مانجمنت للفراكشر في العيانين دول از ريجارد الابر ليم نون امبيلاتري سي تي. نروح للجزء اللي بعده اللي هو عباره عن الامبيلاتري سي بي. الامبيلاتري دول يشملوا زي ما قلنا في اول المحاضره ليفل 1 اللي هو كوميونتي امبيليتور وهاوس هولد امبيليشن، وتايب 2 اللي هو عنده مايل ديفورمتيز ويبقى هاوس هولد امبيليشن بيتحرك قليل والبون كواليتي بتاعته قليله لكن ما يقدرش يمشي في الكوميونتي بسرعه. ليفل 3 اللي هو بيمسك ووكينج ايدز او سبورت او لابس بريسز او لابس سبورت جوه الجزمه وهنتكلم عنها بعد شويه. دول الثلاثه دول هم عباره عن ليفل 1 و2 و3 اللي هم امبيلاتري سي تي. ايه اللي هنعمله لهم والجايد لاينز بتاعتنا؟ الحقيقه يهمنا جدا نقدر نعرف الداتا بتاعت الفراكشر دي اللي هي تايب، يعني لو عنده هاي انرجي فراكشر ولا لو انرجي فراكشر، ودي نقدر نعرفها من الاكس رايز بتاعته ومن الهيستوري كمان نقدر ناخد هيستوري كويس ونفهم اكتر شويه عن الهاي انرجي فراكشرز او اللو انرجي فراكشرز اللي هتحصل لهم والشكل بتاعها ازاي. طيب هنيجي نعالجها ازاي لو هاي انرجي او لو انرجي؟ طيب لو جينا للتشايلد هود مهم قوي ان العيان ده يتعالج as early as possible. Intervention to maximize the function and early rehab عشان اقدر اوصل لنات ريزالت كويسه جدا وارجع العيان بتاع السي تي بتاعي لنفس الليفل اللي كان عليه. نروح للهاي انرجي في الاول. الهاي انرجي تروما في الحالات السي بي امبيلاتري بنعالجها نفس طريقه العلاج بتاع الهيلثي امبيلاتري تشيلدرن بتوعه. يعني اي هاي انرجي تروما لو محتاجه انترنال فيكسيشن لو سمحت اعمله، لو مش محتاجه ومحتاجه كاستنج او اكسترنال فيكسيشن او وات ايفر لو سمحت اعمل. نفس البرنسبل بتاعه الفراكشر عندنا في النون سي بي هي البرنسبل بتاعه الهاي انرجي تروما في العيانين السي بي الامبيولات. لو انرجي فراكشر ايه اللي هيحصل؟
وخصوصا العيانين دول بقى عندنا فيهم بروبلمز كتير، ان لو عندي بوني بروميننسز وهحتاج اعمل له كاست فيكسيشن، هل الكاست بتاعي هو نفس الكاست اللي هقدر استعمله للعيان النون سي بي؟ ابدا، لازم العيان ده يبقى ويل بادد كاست، ولازم يبقى مونيتورد بشكل. الحقيقه ان احنا لو بنتكلم على المعهد بنحجز العيان ده ويتحجز عندنا لو انرجي فراكشر وعنده فراكشر ان بليس وبتاع، احنا لازم نحجزه ويتحجز ويتابع جبسه لغايه اما نطمن، وفي نفس الوقت القديمه تسبتاي ويبدا يتعمل له كاست جديد بعد القديمه وتسبتاي بحوالي 10 11 يوم، وناخد بالنا قوي من البوني prominences around the ankle and elsewhere، لانه عندهم very high incidence of decubitus ulcer وممكن يعاني من مشاكل جوه الجبس اهله ما يقدروش يعرفوها، يلاقوا العيان بيشتكي او بيحاول يتالم ومش عارفين مش عارف يعبر عن نفسه، فيبقى عندنا بروبلم كتيره، تبدا يحصل ريحه مش كويسه، نلاقي ألسرز تحصل حوالين البوني برومنسز وتبدا المشاكل. لما نيجي نتكلم على الجزء الثاني، tasks are not generally recommended حقيقي، لان لا احط لايت سبورت لايت بيس لايت لينث وهنتكلم عنها كمان شويه عشان امنع المشاكل حوالين الكونتراكشن جوينت على قد ما. واهم حاجه لازم افتكر ان العيانين دول في اللو انرجي فاكشر انه برضه البرولونجد ايموبيلايزيشن may further decrease the patient bone mineral density او bone quality في العيانين دول، فلازم اخد بالي قوي as soon as possible ان العيان لما يلحم يبدا الريهاب بتاعه ويبدا الموبيلايزيشن جراديولي مع دكاتره الريهاب. لما نروح نشوف شكل السبورت، وانا حاولت اجيب الصوره ديت عشان تجمع كذا حاجه، السبورت يمكن الاولاني هنا على الشمال اللي هو الجراوند رياكشن فورس سبلنت، وده بنستخدمه في حالات لو عنده فليكشن في الني، فيبقى الفورسز كلها انتيرير تو ذا تيبيا، تحاول تسبورت البريس يسبورت الفورسز دي فيمنع فيرذر فليكشن ذا ني. لو شفنا ده كونفشنال below knee splint، وممكن يبقى اعلى من النيه يبقى above knee splints، بنستخدمها كتير في حالات الفراكشرز بعد ما نبقى نعمل immobilization بكاست for a short period then splint custom made. التالت منظر اللي هو lateral view او ال AP view بتاعنا اللي هو الهنجد AFO، والحقيقه كتير قوي بنستخدمه، معرفش ليه مش popular، لكن في to prevent أو to allow for the ankle motion. ده hinged AFO بنستخدمه لو العيان عنده مثلا uniting tibia وكلحم، اخلي له السبلنت يبقى hinged هنا شويه عشان يقدر يعمل شويه mobilization early. كل دي من الحاجات التريكي اللي نحب جدا نتكلم عنها. ده نفس ال AFO with the ground reaction، ده ال front view ده side view، وده ال conventional splint سواء below knee أو above knee، ده من ال front view أو من ال side view. ال walking aids كتيرة جدا وشكلها مختلف جدا، سواء بتبقى على wheels أو بتبقى يعني ثابتة، ممكن تبقى four wheels أو four sticks أو ممكن تبقى walking aids عادية زي الكراتش. لكن انا حاولت اجيب الصوره دي عشان الابريت حاجه معينه، ان العيان ده لما يبقى عنده ووكينج ايد كوادريبل دي ومعاهم اربع عجلات، يبقى هو لازم يكون عنده ما عندوش اي ديزنس ولا انستابيليتي ولا عنده دراوسنس، ولا لازم يبقى كنترولينج الموشن بتاعه. يمكن لو حضراتكم دققتوا شويه هو لابس اي اف او جوه الشوز، وده من ضمن الحاجات اللي تبسط الامور بالنسبه للعيانين السي في وحركتهم كتير قوي بعد ما التروما او بعد ما الفاكشر يمعن. ليه احنا خدنا وقت طويل في ان احنا نحكي عن التروما في عيانين السي في؟ لان لقينا ان الكومبليكيشن ريت في حالات التروما في السي في حوالي 17%، وده اتنشر في 2003 2004، قال انه the most common complications اللي ممكن تحصل لهم بسبب الفراكشر هي ان يحصل له اول حاجه ريفراكشر، لانه ما عالجناش السبب الرئيسي زي ما قلنا في الاول على اللو بون كواليتي، او ان يبقى
الموربيديتي بتاعته ابيوز او نجلكت. مال يونيون، وده الحقيقه بنشوفه كتير جدا، بيبقى فيه ديلايد دايجنوزس ويبقى العيان مال يونايتد، وبعد كده يجي لدكتور العظام لانه مش اول واحد بيشوفه، هنتكلم عن الكلام ده كمان شويه. ومهم قوي الديلايد يونيون لانه العيانين دول بيبقى عندهم ساعات اب نورمال موفينج. اكتر فين الحالات اللي عندنا السي بي؟ في كذا شكل، من ضمنهم حاجه اسمها الديستونيك سي بي والاسيتاتيك سي بي. العيانين دول ما بيبقى عندهم انفولانتري موفمنت كونتينوس، ودول بيسببوا مشاكل كبيره جدا لينا فان احنا نديسايد اذا كنا هنعمل لهم انترنال فيكسيشن ولا لا. وليتريتشر كتيره قوي وارتكلز بتحاول تبعد عن الانترنال فيكسيشن في الحالتين دول، سواء العيان الديستونيك سي بي وده تعريفه انه عنده abnormal movements و multiple contractions، والاسيتوتيك تايب اللي هو العيان اللي بيعمل حركات زي الماريونيت continuously طول ما هو صاحي. وده برضو عندنا في مشكله في الفيكسيشن في الفراكشرز بتاعتهم. الديستونيك والاسيتوتيك تايب ما زال في controversies كتير قوي من الناس بيحاولوا يبعدوا عن الانترنال فيكسيشن لانه النون يونيون ريت بتاعتهم عاليه جدا، والفيلير بتاع الفيكسيشن بيبقى نسبته مش قليله. نيجي للجزء اللي بعد كده من الكومبليكيشنز اللي هو البوست اوبريتيف انفكشن، وده طبعا نتيجه العوامل اللي احنا قلناها كلها، مال نارش كيسز والسي بي من ضمن المال نارش بوبيليشن، نتيجه النيجليجنس او انه ما بيقدرش يعبر عن احتياجه للاكل او ان اهله ما بيعرفوش يحددوا نوعيات وكميات مظبوطه حسب سنه ووزنه. ميديكال كومبليكيشنز، اكثر من عينين الحقيقه لان عندهم مشاكل نكتشفها بعد شويه، سواء ليفر بسبب حاجات كثيره من ضمنها الميديكيشن او كاردياك بروبلمز، ودي وان اوف ذا انستنس اللي بنلاقي منها مشاكل ازاي هنقدر العينين دول في وجود كل الموربيديتيز اللي عندهم. طيب لما نيجي نفتكر كده ايه الهايست كومبليكيشن ريت في العيانين سي بي، هنلاقي ان هم بروكسيمال فيمورال فراكشر كومبليكيشن، ايذر فيمورال نيك فراكشر انتر تروكانتريك او سب تروكانتريك. هل اتحسبت؟ اتحسبت ازاي؟ انه البروكسيمال فيمورال فراكشر لقيناها لما جت اتحسبت الارتكل ده 12 2009 او 10، 58% من الحالات البروكسيمال فيمر حصل لهم complication. And this represents a 70% of all complications في السي بي فراكشر كيس. الحقيقه دي الانسنس عاليه جدا، وعشان كده سبقنا في الكلام عن البروكسيمال فيمورال فراكشر في السي بي ان احنا الصوت الاعلى هو للانترنال فيكسيشن في الحالات دي بعد تثبيت او بعد ضبط الكلينيكال كونديشن بتاع العيان as early as possible عشان نمنع الكومبليكيشنز الكتيره اللي بتحصل من البروكسيمال فيمورال فراكشر ليهم as a CP. انا عارف ان الوقت سرقنا، لكن حابب الابوريت في السلايد دي في الدايجنوزس. يهمني قوي ان الكير جيفرز، وانا قصدت كلمه الكير جيفرز انه مش اول عيان، مش أول واحد بيشوف العيان ده هو دكتور العظام. حقيقة الأول واحد بيشوفه هو الدكتور بتاع الريهاب بتاعه اللي هو الفيزيوثيرابيست أو الأوكيوبيشنال ثيرابي أو الاثنين، ولازم الليبوريتر عندهم أو ندي عندهم ألارمز كتيرة قوي عن العيانين دول عشان يبعتهم لنا بسرعة، لأن هو بيشوفه during the sessions بتاعة الفيزيوثيرابي. سواء هم ثلاثة علامات مهمين قوي، ساينز مهمة أو فلاجز مهمة، هم البين والسويلنج وليمتد رينج اوف موشن. ازاي انه يكمبير الكلام ده على مدار السيشنز اللي سابقة للكروم؟ يعني لو جاله العيان في السيشن يوم السبت ما كانش عنده بين ولا سويلنج ولا ليمتد رينج اوف موشن على مني، وجاله بعد كده يوم الاثنين او الثلاثة اللي بعده وعنده بين وسويلنج وليمتد رينج اوف موشن، لازم يبدا يسسبكت ان العيان ده حصل له حاجه. واهم حاجه انه يبعته بسرعه للمانجنج تيم من الاورثوبيد عشان نتفادى وات وي كول ات ذا ديلايد مانجمنت اللي بيحصل منه المشاكل كلها. ال ال ال
السلايد ده انا حطيته عشان اتكلم في حته مهمه قوي، انه عشان اتعامل مع العيان بتاع السي تي سواء عنده تروما او لا، بنرفع القبعه للكال مانجمنت السي تي كيس. ازاي؟ ان لازم اتعامل مع العيان ده من ساعه ما يدخل العياده عندي سواء في اي حته، واعرف ان هو سي تي، لازم اسارير وشي تنفرد وابتسم في وشه وفي وش اهله حتى لو كنت تعبان، وابتدي حتى لو كان صوتي عالي زي ما انا صوتي عالي دلوقتي لازم صوتي يوطى خالص، وابتدي اتكلم بهدوء كل حتى لو العيان ده ما بيعرفش يتكلم، حتى لو العيان ده هو بيصوت على طول، لان هو احنا عارفين انه بيفهم بس ما بيعبرش عن فهمه غير بالصويت في بعض الحالات. المهم ان احنا لازم نكسب ود العيان، يعني لازم العيان يحس فينا بالألفة، وده بياخد شوية دقايق مننا ما يضيعوش، غير ان احنا نحكي مع اهله ونسأل ونحكي عن الهيستوري ان ديتيل، ولكن بشكل هادي خالص، لان العيان هيفضل يتابعك لان انت العضو الغريب اللي دخل عليه او اللي انت دخلت عليه في العيادة. اكتر من ان احنا نشوف بعض البروفيسورز بتوع السي بي اللي من ضمنهم بروفيسور مالر، كان يحب يقعد على الارض جنب العيان وعامل زي اوضه صغيره كده في السنتر بتاعه، يبقى العيال بيلعب على الارض ويقعد جنبه يلعب معاه عشان يكسب وده عشان يعرف يفحصه كويس. ان الابوريت الجزء ده مهم قوي لدكاتره العظم، ان احنا اول ما تشوف عيان سي بي لازم طريقتي تبقى هادئه، صوتي يبقى هادي، طريقه الحديث تبقى فيري جنتل، حتى لو مش فاهمك، حتى لو هو مش واخد باله منك، هو بيسمعك وهو بيشوفك بطريقته، فلازم تبقى تكسب ثقته عشان تعرف تفحصه. أول ما العيان هيبدأ يشد أو يرفص أو يعيط، تأكد إن كل الإكزامينيشن بتاع حضرتك وقع. أب تو إن العيان يخرج من عيادتك، تخرجه تقعده في الاستراحة بره وتجيبه بعد شوية. وتوصي والدته، وده من ضمن التريكس بتاعتنا، توصي الاهل انه يبداوا يتكلموا عنك كويس في الدقائق اللي هيقعدوا فيها بره، او لو روحوا يعملوا اشعاعات وهيرجعوا، ان هتفحصوا تاني وتالت، وده مهم جدا عشان يقول لك يكلموه بحيث ان يجهزوا العيان لمقابلتك له. ما ينفعش العيان يخش عليك كده يشوفك فيتخض ويبدا الثقه تروح، واول حاجه هتحصل ان السبستيستي اللي عنده هتزيد. لو هو بيعرف يفرد ركبته شويه مش هيديك فرصه تفردها، وكل الدايجنوزس بتاعك بتاع الرينج اوف موفمنت او حتى الووكينج اتيتيود بتاع العيان هيختلف لو العيان حاسس بعدم الامان. معلش انا طولت على حضراتكم، لكن هنخش على التيك هوم مسج بهدوء نلخص الكلام ده كله، انه في فاكتورز كتيره قوي implementing او implicating the low bone mineral density of these patients. اتكلمنا عن اربعه اساسيين: لو العيان بيحصل له long immobilization after surgery، او العيان ما بيعرفش يمشي كويس during his growth نتيجه ان هو عنده contractures في lower limb او whatever، العيان بياخد anti-convulsant treatment، او ما بيبقاش well nourished بشكل كويس mainly الكالسيوم و other minerals. وعايز نفتكر دايما ان عيانين السي بي بتوعنا ان هم نان امبيلاتري، قليلا من اهلهم بيفهموا ازاي يعرضوا اهل يعرضوا العيان ده لاشعه الشمس. ده ابسط حاجه، ان هو يفضلوا قاعدينه في البيت وهو ده بقى كده خلاص، وما بيتحركوش ولا بيروحوا ولا بييجوا، ويبدا عندي مشاكل تظهر شويه اشعه شمس يتعرض لهم العيان بنفس الطريقه بتاعت ان الناس العاديين بيتعرضوا ليها، يحسنوا العيان ده قوي قوي لمجرد تعرضه لشويه شمس واخدانه شويه كالسيوم بشكل مظبوط. مهم قوي to focus on preventing the low bone density as it plays a major role in improving the global management of patients of the CP. ده في جزء ال preventive وكمان في ال curative، حقيقه دول يهمونا جدا. Special attention has to be taken into account that when a decision for treatment is made. يعني لازم اشوف العيان دول واعرف الهيستوري كويس، امبيلاتري ولا نون امبيلاتري، امبيلاتري يعني جريد ليفل واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، يهمني قوي اشوف العيان ده كان ايه قبل الاصابه واعرف عنه عشان اتعامل معاه بشكل
سواء نون امبيلاتري من الخمسه تايبس اللي اتكلمنا عليهم، او لو امبيلاتري اللي هو لو انرجي تروما او هاي انرجي تروما وصلنا. مهم اخر حاجه نفتكر avoidance of frequent delay in diagnosis، لازم نهايلايت الكلام ده مع الكير جيفرز التانيين سواء الفيزيو ثيرابيست او اخر سلايد يمكن هختم بيه التوب، انه الريكومنديشن ويمكن دي طالعه من المعهد الحقيقه مش من حته ثانيه. There is a need for a future research on the understanding and prevention of metabolic bone changes in this patient population، اللي هم الـ CP population. ايه الاحتياجات بتاعتهم؟ ازاي نقدر نحسن الـ needs بتاعتهم للـ nutrition بشكل جيد عشان ده يمنع المشاكل بتاعت سواء انه يقع او انه يبقى له bone quality. شكرا لحضراتكم جميعا طبعا. شكرا. شكرا استاذ الدكتور عمرو بيه على المحاضره الاكثر من رائعه، اللي هي يعني فيها عصاره خبره حضرتك في هذا المجال. جدا 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 على المحاضره الرائعه ديت اللي تعاملت فيها مع ازاي تتعامل مع العيان، وفعلا استفدنا منها قوي، لان احنا من السي بي من الحالات الكومبليكيتد والحالات اللي هي صعبه في التعامل معاها، بتحتاج سبيشال كير زي ما حضرتك قلت كده، سواء كان مننا، سواء كان من الفيزيوثيرابيست، سواء كان من ال ات هوم. فشكرا جدا جدا على التريكات اللي حضرتك قلتها لنا ديت. انا بس هستاذن حضرتك بس سؤال بسيط كده بالنسبه لحالات اللي هو حالات السي بي ديت، في حالات الفرق حضرتك احنا كده كده في حالات اللي هو سبتر انتريك والفراكشر في مار شود بي فيكسد في الحالات ديت. سبيشال ميثودز ممكن نستعملها، هل انت حضرتك بتفضل البليتس ولا الانترامدولاري بتبقى افضل على سبيل ان هو الكومبليكيشن بتحصل بعد البليتس من الفراكشر والحاجات ديت؟ يعني يا ريت حضرتك بس تقول. انا شاكر على السؤال الحقيقه، وسؤال جميل. يمكن انا اتكلمت على تو انتيتيز بسرعه عشان وقت المحاضره. إن كان زمان كان بيبقى عندنا الكونفنشنال بليت وساعات يبقوا كونتور، او الانجلد بليت وساعات يبقى ليها لونج سكروز وسبيشال نوتس عشان اللو بون كواليتي. ده كلام ده كان زمان، وبرده اتكلمنا على جزء بسرعه قوي اللي هو لوكينج سيستم، اللوكينج سيستم او لوكد بليت. ويمكن اشهرهم دلوقتي لو حضرتك عارف انه الفادي لوك بليت بتاع التادي سلونجو، البروكسيمال فيمورال بليتس اللي هي سواء بتاعت الانجل اللي هي 140 او 110، دي بنستخدمها كتير قوي سواء في حالات الاوستيوتومي في العيانين دول، او كمان في حالات الفاكشن. ويمكن من خلال حضرتك وسؤال حضرتك الجميل، انا الانسنس اوف يوز اوف ذا بروكسيمال فيمورال بليتس اللي هي فادي لوك بالذات بتاع فادي سلانجو في حالات النك فاكشن بقت ليها popularity عاليه جدا في حالات الفكسيشن خصوصا في العيانين دول. ف يمكن نقدر نخرج حاجه عن الموضوع ده بعد كده في محاضره لوحدها، اذا فادي لوك بليت في حالات الاوستيوتوميز بروكسيمال فيمورال سواء سي بي او نون سي بي والتروما سي بي، لان دي بقت ليها popularity وانت ايفيدنس بيس ميديسن عاليه قوي دلوقتي، بقت موجودة في مصر، يعني وجدت في مصر زي ما الدكتور محمد بيه حسني عارف، بقت موجودة في مصر في كذا شركة الحقيقة. طيب شكرا لحضرتك يا فندم. عماد في أي أسئلة يا دكتور عماد؟ أدكتور سيد في سؤال كده على الكويشن بيج، في حالات الفلاسيد باراليسيس سي بي، هل لو في بروكسيمال فيمورال فراشرز هل الحالات دي محتاجة good reduction و internal fixation ولا لا؟ هو انا السؤال مش واضح قوي، لكن هنقدر نستوضحه اكتر لما نتكلم على انه في flaccid CP، هو يعني مش flaccid قرار مهم، انه العيانين دول الحقيقه الكلام كله بتاع النهارده ما شملهمش، ولكن لو هتسال من واقع الخبره، لو بروكسيمال فيمورال فراكشر في العيانين دول وهم سي بي يسري عليهم نفس القاعده،
ان لازم اعمل لهم internal fixation as early as possible for خوفا من الكومبليكيشنز اللي استعرضناها كلها. 17% complication rate في حالات البروكسيمال فيمورال، 70 في الاسف في حالات كل السي بي فاكتور، 70% منهم complication rate بس في حالات البروكسيمال فيمورال فاكتور مال يونيون او نون يونيون. ولو مال يونايتد ممكن ياثر بعد كده على الاستابيليتي بتاع الهيب ويبدا التسكيل بتاع البروبلمز عندنا. أنا بس كنت بستفسر دكتور عمرو بالنسبة لحالات السي بي وذ سيفير اوستيوبروزز، الحالات دي حضرتك ذكرت إن هي محتاجة انترنال فيكسيشن ببليت وسكروز، يعني على عكس المتوقع لحالات الاوستيوبروز إن إحنا بنعمل لها انترامودولار فيكسيشن، فهل يعني حضرتك ممكن توضح لنا إيه السبب إن إحنا نستخدم بليت وسكروز مش انترامودولار ديفايس؟ حاضر، أنا شاكر جدا. أنا اتكلمت على الانترنال فيكسيشن without intramedullary في حالات بس البروكسيمال فيمورال فاكت. الحالات اللي احنا قلنا عليها اللي هم اللي حضرتك بتتكلم عليها ديت زي ما جت في الكلاسيفيكيشن، لو عنده شاف فراكشر فيمور لو تقدر تبعد عن الانترنال فيكسيشن سواء بانترنال بانترامدولري او اكسترا مدولري اتس ماتش بيتر، لكن لو مضطر يبقى هتستخدم له انترامدولري زيه زي النون سي بي كيسز زي ما قلنا، لانه هيقع تحت نفس الكاتيجوري بتاعت ها العيانين بتاع الفراكشر فيمر اللي هم تايب 3. هيبقى عندي هنا مهم قوي افتكر ان الفراكشر شاف غير طريقه اللي احنا اتكلمنا عليها الاصرار على الانترنال فيكسيشن في البروكسيمال فيمورال فراكشر. هو في سؤال اخير اعتقد ان هو مقرر دكتور عمرو، مانجمنت اوف ديستال فيمورال فراكشرز ان نون امبيولاتري سي بي، يعني اعتقد ان حضرتك رديت عليه. تمام، هو يعني مهم قوي نعرف ان العيان عنده كونتراكشرز في النيه ولا لا، وعنده كونتراكشرز في الهيب ولا لا قبل ما اعمل اي حاجه. لو العيان نون امبيولاتري لو سمحت تحاول على قد ما تقدر تبعد عن الانترنال فيكسيشن، لكن ما اقدرش اخبي عليك ان في بعض الحالات بنقدر نستخدم 3 or 4 wires guided by CT by CR و as soon as possible و سبلنت صغيره كده ثبت على العيان عليها، واول ما يبدا يلحم بشيل الوايرات بسرعه خوفا من الشيب فورسز اللي بتزيد في حالات اللو بون كواليتي، وده اكسبشن. لكن على قد ما نقدر نحاول نبعد عن الانترنال فيكسيشن خوفا من المشاكل اللي ممكن تحصل له خصوصا لو عنده ني كونتراكشر او فيمورال كونتراكشر. دكتور عمرو بيه لو هو في برضه في الحاله اللي حضرتك قلتها دلوقتي ديت، لو انا هعمل له مينيمال انفيزيف مانوفر يعني كده كده انا بكرر عمليات، هل يعني يجوز في الوقت ده ان انا ممكن اعمل مثلا تندون لينثنينج او تيرال فليكشن نفس السيتنج ولا مش دعوه بيها خالص دلوقتي؟ انا شاكر لحضرتك لانه لازم استنى لغايه ما زي ما حضرتك عارف لازم العيان الفراكشر يهيل ويكونسوليديت وبعدين ري اسسهم خوفا من انه الفراكشر ساعتها هيماسك حاجات كتيره نتيجه الشورتنج اللي حصل في العظمه، فهيغير في البالانس بتاع سواء الهامسترنج او الكوادريسيب، فدي مشكله كبيره في الايفالويشن. اول ما العيان انكسر هنلتفت جدا جدا للبون مانجمنت بير سي، وبعد ما يلحم والريهاب بتاعه يتعمل النير باي جوينت سواء في حالات الفيمورال فراكشر الني ريهاب والهيب ريهاب ان يبدا يتحرك، وبعد ما يتحرك والرينج اوف موفمنت يرجع زي ما كان قبل الاصابه ابدا اقيمه من جديد من اول وجديد واحطه as a new case قدامي اقرر بناء عليها هعمل له tendon lengthening transfer او both. يا سيدي تنعمت. لا يا دكتور سيد، ما فيش اسئله كان. شكرا دكتور عمرو بيه، اثقلنا على حضرتك جدا جدا بس احنا استفدنا من حضرتك، وكانت دي فرصه سعيده جدا ان احنا نستفيد من خبرات حضرتك. سعداء دكتور سيد بيه، وفرصه سعيده ليا والله، شكرا. لا سعداء فندم. دكتور محمد معاك يا فندم، اتفضل. دكتور سيد سامعني كده؟ سامعني كده حضرتك كويس قوي يا فندم، الحمد لله. كده كويس.
الله مع الاستاذ الدكتور محمد حسني، استاذ جراحه عظام الاطفال في طب طنطا، وان شاء الله النهارده ان شاء الله عن دي دي اتش. تمام اتفضل. ديسكتوب.